عمر الشريف نجم كتب قصته بكل لغات العالم في دفتر حكايات الوطن. عمر الشريف بيعيش الفصول الأربعة بلحظة واحدة. ما ينفعش تقابل الراجل ده وتفشل. لابد أن يعرف الجيل الحالي من هو عمر الشريف. عمر الشريف فوجئ بأنور السادات بيتصل بيه وبيطلب منه طلب غير متوقع. عمره ما يعامل المعجبين وحش. رغم شهرته العالمية التي نالها لم يكن مستقراً في حياته. انتظرونا مع عادل حمودة في حكاية وطن. أسطورة عمر الشريف. الجمعة والسبت 10 مساء على النهار اليوم.